مساءكم خير. أشارككم بجملة اتعلمتها النهاردة الصبح وطازة كده، إنه كل ما الإنسان فينا زادت عنده مساحات الزيف، إن هو بقى مش حقيقي يعني، كل ما بقى عنده القابلية الأكتر إنه يستقبل كذب ويستقبل زيف. وكل ما الإنسان فينا ذاكر كده واشتغل على نفسه وعرف حق، كل ما بقى صعب جدا يضحك عليه. أنا بس بشارك بالفكرة دي لأنه أنا متخيلة أنها ينفع تكون عنوان صغير لموضوع كبير جدا وصعب وخطر، أنه الاستشارات النفسية والأسرية والطبية اللي بقت مباحة ومتاحة على السوشيال ميديا من أشخاص غير متخصصين. الدرجة التانية أنه افتعال الكذب عشان أخد من الناس ردود أفعال وأعمل ترند على حساب أني بعمل مشاكل وهمية، ده نسميه ايه او نصنفه ايه في علم النفس او علم العلاقات اذا صح التعبير؟ لانه ما نقدرش ننكر ان جزء كبير من الناس بتاخد الكلام ده وبتصدقه. احنا النهارده متشرفين ان معانا بقى اللي يجاوبوا على الاسئله اللي انا شخصيا مش عارفه لها اجابات. دكتوره غاده حشمت، استشاري العلاقات الاسريه، عضو الجمعيه الامريكيه لمشاكل الاسره. منورانا يا دكتور. اهلا بيكي. وخطوه عزيزه عشان عارفه ان احنا تعبناكي النهارده. لا. دكتور محمد هاني، استشاري الصحه النفسيه. منورنا يا دكتور. اهلا بيكي. هبدا مع دكتور غاده. ليديز فيرست يعني، وهي الجروبس دي معظمها ليديز مش كده؟ ده حقيقي. ليه الستات اكثر قابليه لانهم يقعوا في الفخ بتاع مشكله، طب نتفاعل معاها وننفعل ونحل؟ اشمعنى الستات؟ لا، هما نقول ايه الهدف انهم دخولهم اصلا الجروبات دي؟ هل هي مثلا في ناس بتبقى داخله وقت فراغ، في ناس داخله مجرد تفضفض، في ناس داخله بتشارك بس. بتتفرج وايه اللي بيحصل وايه المشاكل اللي موجوده دلوقتي، وفي ناس داخله عندها اضطرابات نفسيه، هم دول اللي احنا بنخاف منهم بقى. اللي هي عندها مشاكل في بيتها وبتظهر بغير كده انها سعيده في بيتها عشان تحاول تاثر على نفسيه الستات الثانيه، بتنقل خبره سلبيه للي ما عندوش خبره. ومع انتشار بقى الطلاق والامهات مشغوله، فبنيجي للسن الجواز بيدخلوا بياخدوا خبرتهم من الجروبات دي. ايوه ده الحقيقي. هي دي يعني في جروب بعينه، يا رب ما اقولش الاسم واغلط، ممكن كفيل انه يعقد اي حد او اي ست مش متجوزه. ده حقيقي. ده من الجواز وصعب ان انا اخش واتفاعل وكده، بقيت اتفرج بس من بعيد للاسف. فالبنات دلوقتي بياخدوا الباك جراوند بتاعهم الجواز منين؟ من الجروبات دي. اللي ما اتجوزوش، اللي متجوزين دي كارثه ثانيه، لان احنا بندخل في خبرات سلبيه بتاعت ناس ممكن واخداها من اسرتها، ممكن واخداها من حياتي عاديه، ممكن اري على الجروبات دي. فاسهل حاجه بقت اتطلقي. اسهل حاجه سيبي اتطلقي، اي شيء لوحدك اندبندنت والكلام ده كله. فبقى طبعا ليه تاثير سلبي جدا على ارتفاع نسبه الطلاق. مش عايزه كلام يعني المصادر، وزي ما دكتور غادة بتقول كده احنا بنتأثر، سواء كنا بنتفرج او بنقول مشكلتنا او بس بنشارك بالنصيحة، كلنا بنتأثر يا دكتور صح؟ اكيد طبعا كلنا بنتأثر، سواء بنتفرج او سواء بنشير او سواء حتى كمان داخلين نضحك او داخلين مثلا نعمل حاجة كوميدي على البوست ده، ما احنا برضو تسببنا ان هو اشتهر اكتر وان هو عمل نسبة شير اكتر. شكرا. في صفحات الهدف منها بهدم البيوت المصريه. ليه بقى؟ لان لما حد يخش يكتب مشكلته وناس مش مختصه اصلا ترد على المشاكل دي، وانا اخد الرد ده وامشيه على حياتي، هيهدم بيتي وهيهدم حياتي. لان الشخص اللي بيرد ده هو بيرد من وجهه نظر، وجهه نظره ممكن تكون ماشيه مع مشكلته هو، بس ما تمشيش مع مشكلتي انا. ولهذا بقى في علم اسمه العلاقات الاسريه، وبقى في هو اكيد في علم واكيد في مختصين. وانا دايما بقول حتى كمان للناس تحروا الدقه، لان الصفحات اللي بتدعي الاستشارات الصحه النفسيه او الاستشارات الاسريه كتير جدا على الفيسبوك، وناس مش مؤهله وناس مش متعلمه او مش عندها مش دارسه شهادات او دارسه في الاختصاص ده. فالانسان البسيط للاسف الشديد بيخش يتكلم ويفضفض ويقول كل حاجه من غير ما يعرف هل ان الشخص ده مؤهل ولا مش مؤهل. فحاجات منتشره على الانستجرام وحاجات منتشره على الفيسبوك، كل واحد مش لاقي وظيفه فبيقول لك ايه، انا بقيت خبير اسري.
انا بقيت استشاري صحه نفسيه. انتوا دي بقى حاجه تعانى منها. ممكن يكتب تايتلات كتير جدا على الصفحه ولايف كوتش ولايف كوتش، وممكن يكتب حاجات كتير جدا والناس تخش بكل الناس، هي بتبقى داخله ببساطتها. انت عارفه المواطن المصري عفوي، فهو داخل ببساطته وعفويته، بشايف عايز يتناقش في مشكله، ففي الاخر يكتشف ان الشخص ده هو بيقول له معلومات غلط، والمعلومات دي هدمت بيته وهدمت حياته واللي خد معلومات. واللي بيقع اكتر ناس في الموضوع ده الستات. يعني انا ملاحظه كده مش قادره ارجع، يعني انا دايما بدافع عن الستات. الستات تفاصيلها كتير تفاصيلها كتير وعندهم مشاكل في حياتهم كتير. حضرتك قلت نقطة يمكن محورية، تفاصيل كتير، وده يمكن اللي خلينا نروح لفاصل بس نرجع نتكلم عنه، لأنه مشاركة التفاصيل. دكتور محمد هاني قال نقطة في غاية الأهمية، فكرة حتى لو أنا داخل أهزر، الهزار ده خطر. هو خطر ليه؟ إحنا مش بس بنخوف من إنه يا جماعة ما تشاركش بحياتك الشخصية، بنخوف كمان مما نتلقى. بعد الفاصل هنسأل عن ده. لسه بنتكلم عن جروبس السوشيال ميديا اللي بتناقش مشاكل وخصوصيات الحياة الزوجية، وبيتم طرح الإجابات من ناس مش متخصصين. بعضنا ممكن يقبل الفكرة ويقول أنا باخد نصايح وكأنهم أصحابي، دايرة كبيرة جدا من الناس اللي بتفتي في مشكلتي أنا قابل. سؤالنا للدكتورة غادة والدكتور محمد، تأثير أن أنا أولا أتعرض كتير جدا لأن أنا أقرأ مشاكل ناس تانيين ما يخصونيش، ايه عليا على حياتي الخاصه وعلى علاقتي ببيتي وجوزي، هل ده فعلا ممكن يعمل تاثير ولا انا ممكن يبقى عندي مناعه ان انا بشوف مشاكل الناس من بعيد؟ هي بتبقى نظره سوداويه على الحياه الزوجيه سواء متجوزه او لسه هتتجوز. فهي يعني اب فرونت انا شايفه الجواز ده فكره فاشله، هيحصل فيه كذا يا كذا يا كذا يا كذا. دي اول حاجه. تاني حاجه المقارنات، لو واحده مش سعيده في حياتها وشايف ان جوزها بيسيء معاملتها او امكانياته على قده او في ناس بتتظاهر بالسعاده المثاليه اللي هي مش موجوده على وجه الارض. يعني حقيقي. ففي ناس بتبدا تقارن نفسها فبيجي لها احباطات. غير بقى اللي هي لسه هتتجوز فهي شايفه انها داخله متحفزه لجوزها، ما هو هيظهر منه يا كذا يا كذا يا كذا. ايوه. وهيتغير بعد الجواز هيبقى كذا او كذا او كذا. فهي ردود افعالها في التعامل معاه مش عشان ردود افعاله، عشان الخبره هي اللي هي واخداها. هي السيناريو من حاجه بسيطه ما تكونش كده. بالظبط كده. دكتور محمد، هو فعلا ممكن يكون الناس اللي بتنصح بيطلع فيهم راي او اتنين كويس، فبعض الناس هتقول لحضرتك لا ما انا بدخل على فكره الجروب وبسمع اراء ايجابيه، خطر دي كمان؟ بس انا هقول لك حاجه، هو طبعا اكيد برضو اللي بيقول رايه هو بيتكلم من وجهه نظره. واكيد علشان انا اعرف ودي حل المشكله انا لازم اعرف تفاصيل المشكله. ايوه. يعني ده بالظبط هيسال حضرتك، ايه الفرق بين جلسه مشوره وما بين راي كده اتقال على السوشيال ميديا؟ يعني انا رايي اتقال على السوشيال ميديا هو اتقال من غير دراسه. هو اتقال من غير ما اعرف تفاصيل. انت بتكلميني في مشكله تخصك، هل ينفع ان انا ابدا معاكي من النهايه واقول لك اعملي كذا كذا من غير ما اعرف التفاصيل؟ طبعا. لان كل تفصيله بتوصل لتفصيله تانية ومهمه جدا وفارقه في حياه الانسان، ومن غير ما اسمع للطرف الثاني. ولازم الطرف الثاني يبقى عنده قصه تانية خالص، ولازم اسمع الطرف الثاني. وغير كده كمان حتى كمان الاهتمام بالتفاصيل ده مهم جدا. قصه ان انا اخد المشكله من على السطح كده واقول للشخص اعمل الحاجه الفلانيه، يبقى انا القرار بتاعي بنسبه كبيره مش هيكون صائب، يبقى انا بضره. زي ما قلت لك ان الستات تفاصيلها كتير. يعني الست لو في مشكله مع جوزها عندها مشكله، لو بتربي اولادها عايزه تعرف تربيهم ازاي، فده اللي بيخليها ان هي تلجا كتير للجروبس والحاجات دي والصفحات دي، فتبدا تاخد معلومات غلط. فالمعلومات الغلط دي لما تاخدها، ولو هي من الشخصيات اللي بتتاثر بالسلب بسرعه، هتاخدها تنقلها جوه البيت. يبقى انا بطبق طرق وانظمه غلط او قواعد او شروط غلط ما تمشيش مع بيتي، اتعلمتها اصلا من المصادر غلط. ما ينفعش. ممكن يكون الشخصيه اللي هي كانت كاتبه تجربتها، انت بتحكي تجربتك تحترم ما فيش مشكله، بس دي تجربتك انت، تمشي على طبيعتك وحياتك وجوزك وولادك وشغلك بيرفكت، حاجه حلوه. ده بيبقى يسقفوا لها وبرافو ويا ريت كل الستات معايا انا كده. معايا انا ما تمشيش معايا، لانها ممكن يكون فيها جزء منها ممكن يدمر لي. ليه بقى؟ انا ممكن لما يجي لي حد زوج وزوجه ممكن اديهم حاجات تشتغلوا عليها، لو نفس الحاجات دي اديتها لزوج وزوجه تانيين ما تنفعش معاهم، عشان الزوج والزوجه دول ليهم طبيعه فروق فرديه وهنا ليهم طبيعه فروق فرديه، ف
فاللي اديته هنا يفشل هنا. ليه بقى؟ حسب طبيعه الفروق الفرديه ما بين الطرفين. ومن هنا كانت المشوره مهمه جدا، الجلسات ان الراجل ومراته يروحوا يستشير متخصص مهم ومفيده يعني، مفيده جدا معينه يعني، مش مجرد جلسه سطحيه بنقعد قاعده، ده بتعدي على مراحل كتير وتخصصات تانية يعني تتفرع. يعني احنا كاننا خدنا الحاجه الحلوه وسطحناها. يعني فكره ان انا اخد راي حد تاني دي حاجه كويسه على فكره. انا عايز اسالك يا دكتور، هو ينفع اقول ان البيوت محتاجه تعمل حدود كده، مش لازم حدود مبنيه يعني، لكن زي ما عندنا مناعه ضد اننا نتاثر سواء حتى بمشاكل الاخرين، وحضرتك قلتي حاجه حلوه كمان، وحتى بايجابيات الاخرين، انا مالي يعني، ينفع نعمل المناعه دي بارير نكتسبها بارير حواليا كده ازاي يعني؟ قولي لي نعملها ازاي. مش هتيجي الا بالوعي. مش هتيجي كده، لا ما دي المعركه الكبيره بتاعتنا. هي دي بقى بالوعي، انا بقرا وبفهم، فانا ما بتاثرش باللي حواليا، انا فاهمه ايه الصح من الغلط. انا عندي ثوابت، انا عندي ثقافتي، انا عندي القيم بتاعتي، وعندي مبادئي في التعامل في الجواز ازاي، فانا اوريدي مش هتاثر. مفيش كل ده، انا هتاثر باي حاجه. فاحنا نثبت الحاجات دي الاول، وبعد كده نقول احنا عندنا البارير بتاعنا ان احنا حامين عيلتنا وافكارنا والاسره دي والطريقه اللي احنا بندير بيها حياتنا كده. يعني ده لازم يبقى موجود، الوعي ده عشان يبقى موجود احنا بنتكلم في رحله طويله قوي. تبتدي من سنك بجد يعني امتى عايزه الحق وعايزه الصح. الطفل من هو صغير لازم يفهم هو السايكولوجيه بتاعته هو واحتياجاته هو وتعامل مع الطرف الثاني وايه اختلافات بينه وبين الطرف الثاني. تتدرج المعرفه دي كل ما بيكبر، هتتدرج معاه لمرحله الثانويه عامه، مرحله الجامعه، لحد ما خلاص وصل لمرحله عارف يتعامل مع الطرف الثاني. مفيش ده ومش متوفر، خلاص اتجوزنا نحل مشاكلنا ازاي؟ لا، برضو احنا ممكن نثقف نفسنا بطرق كثيره قوي دلوقتي. يعني هي معركه وعي في الاول وفي الاخر. بذكر الوعي اسالك يا دكتور على المشاكل المتفبركه، الى اي مدى شايف انه حتى الهزار على المشاكل دي بيضرنا؟ طبعا كلها طاقه سلبيه. ليه؟ انا اعرف ده لسه قاري انا الصبح على مشكله متفبركه عجبتني قوي. اعرف مواقع الادمن فيها قاعد يفبرك مشاكل، يكتب هو من يكتب هو مشاكل، وعنده قدره ابداعيه على الفبركه وبينزل البوست، وبتبدا الناس تخش في جزء طبعا بيصدق وفي جزء ما بيصدقش بيتهكم وبيسخر، بس في النهايه ان احنا حتى لو انا خدت ده شير، حتى لو مش عاجبني الكلام ده بس انا خدته شير ونزلته على صفحتي بتهكم، فوصل من صفحه لصفحه لصفحه لصفحه. فالهدف من ده كله اولا ان هو بيكرهك في حاجه اسمها جواز، لان طبعا هي كلها مشاكل زوجيه، بيخليك ان انت ما تقدرش تتعامل مع شريك حياتك، بيخليك ان انت تستغرب من كم الطاقة السلبية اللي موجودة، بيدي خبرات سلبية للنماذج اللي لسه مقدمة على الجواز سواء بنت أو سواء ولد، يقول لك طب ما أنا بعد سنة هطلق. طب ما هو نسبة الطلاق كتير جدا. الجروبات دي رهيبة جدا في الأثر السلبي النفسي اللي بيوصل ضغوط نفسية للأسر، لأن أنا بقول أهو في إنسان بيبقى إنسان بسيط بيصدق بسرعة أي كلام ممكن يتقال وبيكون مقتنع بالكلام ده، ولما نيجي نقول له الكلام ده غلط يقول لك لا عادي انا صدقت، ايه المشكله؟ لان طبيعته فيها عفويه شويه. فانا بحذر كل الناس سواء كبير او صغير من ان انا اتفرج على بوستات زي دي، ان انا اصدق بسرعه، ان انا اخدها اعمل لها شير، ان انا اخد الكلام اللي موجود فيها طالما هي مش تخص حد، ما شيرهمش يعني، ما شيرهمش، او تخص مثلا حد انا واثق فيه واثق في علمه، فما ينفعش ان انا اخد الكلام منه، لان الكلام بيثبت جوه دماغي وببدا اطبقه في اسرتي. طيب فانا كده انا قبل ما الوقت يخلص لازم اسالكم عن مصادر امنه للتعلم. ما هو برضو السوشيال ميديا فيها سلبيات وفيها حاجات حلوه. ازاي اتاكد ان انا عايزه اتابع مثلا دكتور غاده، ازاي اتاكد ان دكتور غاده دي فعلا استشاري صحه نفسيه، فعلا استشاري علاقات؟ لا ده حقيقي يعني، اكيد حضرتك احنا متاكدين جدا ومتشرفين، لكن ازاي اتاكد حتى من هويه الشخص اللي بيدعي ان هو متخصص؟ ليكي حق، ليكي حق. ازاي؟ شاهدون انا هاخد اجابتين بس ونختم. بصي يعني انا يعني في حياتي الخلفيه بتاعتي فيها شهادات مختومه
مش هيشوفوها على السوشيال ميديا. انا بقوله بصور وبعمل والكلام ده كله، بس لازم طبعا تحري، ما اكيد لا شك في كده، لازم يبقى عندنا عقل نقدي، مش لازم اصدق اي حد يقول. ليه بقى؟ لان دلوقتي اي لايف كوتش خد كورس، سوري يعني في ست ايام، مش هقول في شهر ولا في شهرين، في ست ايام بيتاخد كورس. صح كده؟ بيقول دلوقتي انا فاميلي سيرفيس ولا مارج كونسلنج او الكلام ده كله، ياخدها اجتهاد او من قرايه كتب، وده مش كفايه، بيخرب البيوت. بيخرب البيوت. دكتور هتحقق ازاي؟ حضرتك حصلت معاك واقعه كده؟ انا بالنسبه لي انا بقول للناس اكيد طبعا الشخص، انا ليا مثلا ليا صفحات في ارقام تليفونات، دقيقه ممكن تتصل برقم التليفون تتواصل مع المكان اللي انا موجود فيه بالظبط، وتتحرى الدقه كمان قبل ما تيجي. مش مجرد ان حد كاتب مثلا سي محمد هاني فانت صدقت، لا، بيبقى في كلام، في تفاعلات مع الناس. بنزل حاجات انا بكون قاصد بنزلها، مثلا حاجات مثلا تخصني عشان الناس دي تعرف ان الاكونت ده بتاعي حقيقي، مش مجرد ان انا اكونت معمول. وفي ارقام تليفونات ونتحرى الدقه قبل ما نروح لاي مختص. بالظبط. انا بشكرك يا دكتور، دكتور محمد هاني استشاري الصحه النفسيه، نورتنا. دكتور غاده حشمت استشاري العلاقات الاسريه وعضو الجمعيه الامريكيه لمشاكل الاسره، نورتينا. وزي ما اتفقنا واحنا واضح جدا من كلام الاساتذه والمتخصصين، فكره انك تلجا المتخصص دي حاجه حلوه قوي قوي قوي، نعملها بحكمه. وفتح البيوت على وفتح المشاكل ومشاركتها دي حاجه خطر جدا، لازم نختار من الباب اللي هنخبط عليه. دي كانت حلقتنا النهارده من التاسعه، اشوفكم ان شاء الله على كل خير.